وحق من حقوق المواطن متقاربة. كيف يمكن لهذا المواطن أن يلجأ إلى العدالة وهو لا يعرف؟ قررنا عقد ندوة صحفية. أولاً في هذا السياق بالذات، السياق اللي يعرف خروج مشروع قانون المسطرة المدنية والسرعة التي يسير بها، وما بلغنا لأننا نحن جد متتبعين لخطوات ومراحل هذا المشروع الذي نوقش بكيفية سريعة ويتضمن مقتضيات نعتبرها ماسة بالحقوق وماسة بالمقتضيات الكبرى، مقتضيات الدستور، وماسة أيضا ولم تنسجم مع الخطب ورسائل الملكية وما جاء في تقرير نموذج التنموي الجديد. هذا المشروع حقيقة لا يضر فقط المحامي، يضر المتقاضي بالدرجة الأولى، المواطن المتقاضي بالدرجة الأولى، يضر العدالة، يضر منظومة العدالة، لأنه لا يمكن أن نعتبر المواطن مجرد رقم. فالذي يبعث الروح في القضية ويعتبر قضية هو المحامي، هو المحامي الذي يمارس. ونحن اليوم لسنا فئويين، لا ندافع فقط على مهنة المحاماة، أنا من حقنا أن ندافع على مهنة المحاماة لأنني أنا أنسق بين 17 هيئة من المحامين، ومن حق المحامي أن يجد مكانه، ومن حق المحامي أن يطالب بحقوقه المشروعة، لكن أيضا ندافع بالدرجة الأولى على العدالة، ندافع أيضا على مصلحة الوطن والمواطنين، لأن المواطن المتقاضي اليوم ندفعه إلى المحكمة بدون معرفة قانونية، وبالتالي أنه لا يمكنه أن يلج العدالة في أمام تعدد القوانين وتعقدها، وأمام مشاريع الكبرى لرقمنة المحاكم، وأمام المشروع الذكاء الاصطناعي، كيف أن لهذا المواطن أن يلج العدالة بدون دفاع؟ كنا قد عبرنا في مناسبة عديدة أن المحامون مستعدون، وعبرنا على هذا في جميع حواراتنا كالتزام أدبي وتاريخي، أننا مستعدون لنؤازر وننوب على من لهم الإمكانيات المادية وعلى الذين لا يملكون هذه الإمكانيات، ننوب على الذي يملك وعلى الفقير، ننوب على الجميع في إطار من سيؤدي أتعاب المحامي، ومن لا يستطيع فننوب عليه في إطار المساعدة القضائية. وقد أدينا هذه الخدمة لسنوات من الزمن في تاريخ مملكتنا، أدينا المساعدة القضائية دون أداء وبالمجان، ولم نطالب يوما بأداء مقابلها، لكن في إطار التطور والتحولات الكبرى التي شهدها المغرب، ونحن مع هذه التحولات وفي قلبها ومنخرطين في كل الإصلاحات، منخرطين في كل الإصلاحات وفي كل المشاريع الكبرى، لا يمكن تقزيم المحاماة ولا يمكن إبعادها. وقدمنا المقترحات، قلت لكم منذ تحملنا المسؤولية في هذا المكتب فتحنا جسور التواصل وفتحنا أيدينا، فتحنا جسور الثقة، وتكلمنا بحسن نية وبمصداقية، وتقدمنا بمقترحات كتابية ومقترحات شفوية. وأنا بالنسبة لنا كجمعية المحامين بالمغرب نتعامل مع المؤسسات، مع مؤسسات الدولة، وبالتالي أننا حينما نقدم المقترحات فيمكن أن نبحث عن نقطة الالتقاء، يمكن أن نناقش هذه المقترحات، لكن مع كل أسف مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تجد آذانا صاغية، ولذلك نحن نطرح سؤالا عريضا، ما موقع مهنة المحاماة ببلدنا؟